آثار وطبيعة خلابة وحياة بحرية نقية ومقومات سياحية فريدة. ظلت الجزيرة اليمنية ساقطري كبرى الجزر العربية بمنأى عن المدنية الحديثة، وبفضل عزلتها حافظت على عجائبها الطبيعية والتاريخية والأثرية. وبالنظر إلى الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية في الجزيرة، فإن ساقطري تضم 28 موقعاً أثرياً تم مسحه غرب الجزيرة ووسطها، كالمساجد والمقابر والنقوش الحميرية القديمة، ما يدل على عراقة الإنسان السقطري وأصالته الضاربة في عمق التاريخ اليمني القديم. وبصرف النظر عن أشجار دم الأخوين التي تشتهر بها الجزيرة، فإن ساقطري تعد أيضاً موطناً لشجرة القارورة وشجرة الخيار السقطري وأكثر من 400 شجرة أخرى مستوطنة تكيفت كلها مع بيئة الجزيرة على مر السنين والأزمان، ما أدى إلى وجود أشكال غريبة وآسرة أسرت خيال الزوار والباحثين، ناهيك عن الحياة البحرية الرائعة ومياه الجزيرة الصافية، ما جعل من ساقطري جزيرة ليست كباقي الجزر. آثار قديمة وتاريخ عريق ولغة خاصة وجغرافيا مستقلة وملاذ آمن وتنوع بيولوجي وحياة بحرية نقية ومناظر خيالية مدهشة ونباتات شبيهة بالكائنات الفضائية، إضافة لمقومات عديدة وكثيرة ساهمت في جعل جزيرة ساقطري أكثر الوجهات استثنائية في العالم.